مرحبا بكل متابعين قناة جوك تيفي على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم بنشرة أخبار اليوتيوبرز. شارك مرسال مبارحة ستوري على انستغرام من بعض ستوريهات تقييم اليوتيوبرز اللي حكى فيهم عن عدد من اليوتيوبرز، واللي من بينهم كان أنس الشايب، حيث تعرض لهجوم من بعض المتابعين. عامل 7 حسابات وهمية وقاعد عم يكتب لي انت مين اللي تحكي عليه، هو احسن منك، هو اشهر، كون مثل هذا ابو راس المربع. فورا بيقول لك كون مثله بعدين احكي عليه. يعني على شو بدي يكون مثله اساسا؟ لو بدي يكون مثله يعني انا بدي ارجع لورا، فالانسان بيتقدم بالحياه ما بيرجع لورا. الفكره يا جماعه، لما حكيت حكي كان فقط برايي الشخصي وتسليه ومزح، مو لحتى انا اقعد اتكبر او انظر على العالم. فبتمنى الناس تتفهم هذا الشيء. وهذا اللي عامل حسابات وهمية يا حبيبي، أنا قلت عنك قلبك طيب، ما قلت عنك خبيث، يعني لازم تنبسط. يعني صح أنه صح أنك أنت غليظ ويا أخي. أما هنودي أوسم، ومن بعد دخوله لعالم سبوتيفاي قبل 4 أشهر فقط بأغانيه، تمكن من حصد أكثر من 630 ألف ستريمرز و56 ألف مستمع ب73 دولة. ألف مبروك لهنودي أوسم. أما عصابة بدر فتمكنوا من جمع 2 مليار مشاهدة على يوتيوب كمجموع مشاهدات فيديوهاتهم. ألف مبروك لعصابة بدر. معروف عن نورة الستار عدم مشاركتها لحياتها الشخصية بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا، ولكن هالمرة أعلنت واحتفلت مع المتابعين بهذا البوست اللي يجمعها مع خطيبها عصام بخبر أخذه لشهادة الصيدلة بأمريكا، وعلقت فخورة بيك حبيبي واللي دا تحققه ببلد غريب، فوقت حتى على أبناء البلد، حققت شغلات وإنجازات قياسية ب5 سنوات بس، أنت تلهمني كل يوم. أما بخصوص الخطوبة فشاركت مبارحة فيديو مكياج الخطوبة بقناتها على يوتيوب، فقبل ما تنزل الفيديو علقت راح أتزوج وبعدها فيديو الخطوبة ما نزل. وبخصوص أسو، وبعد تعرضها لهجوم كتير كبير واتهامها بتقليد سكينة، اختارت سكينة وضع حد لهالشي والصعود بستوري على انستغرام، حيث اعتذرت من أسو نيابة عن المتابعين، وصرحت أنه أسو هي من عملت الفكرة أولا، وأن سكينة أخذت الفكرة من يوتيوبر بريطانية. اللي صاير هو اني بعد ما نزلت اخر فيديو على قناتي اللي جربت فيه اغرب شوز من موقع ويش، يسر او أسو للأسف تعرضت لهجوم من بعض متابعيني بيروحوا عندها بيحكوا لها انت بتقلدي سكينة، علما انه هي مسوية نفس الفيديو قبلي، فالشيء مش منطقي انه هي تقلدني. اما بكيف عم بتحضر لمفاجأة جديدة، فشاركت هالفيديو بحسابها على انستغرام وعلقت بترقبوا. وبالأخير أعلن أنس وأصالة عن موعد نزول أغنية أصالة الجديدة اللي راح تكون بالفيديو الجاي، يعني الفيديو الجاي رسميا راح يكون فيديو كليب أغنية أصالة الجديدة. وصرحوا كمان أنه الفيديو كليب حيكون عبارة عن قصة لنحاول نفهم معناها. كم نسبة حماسكم للفيديو كليب؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.